انضم الينا عبر الهاتف من اديس ابابا انور ابراهيم الكاتب والباحث السياسي. اهلا بك سيد انور على شاشه الغد. لو تصف لنا المشهد في اثيوبيا انسانيا. نعم، الموقف متطور جدا فيما يخص الازمه الانسانيه جراء الصراع الذي حقيقه الان بدا ينتشر ووصل الى 3 اقاليم اثيوبيا في الشمال وفي الشرق ما بين إقليم تيغراي في البدء ثم إلى إقليم أمحرة وإقليم عفار في شرق البلاد. هذه الأزمة التي كانت في البدء هي الساقل الوحيد للمجتمعات الدولية والغربية التي كانت تتحدث بإيصال المساعدات وتدعو الطرفين لتسهيل وصول المساعدات في ظل تواصل المعارك من وقت لآخر. وحتى هذه اللحظة التقارير الواردة وأيضا الأرقام أرقام غير دقيقة نسبة لصعوبة الوصول وصعوبة التحركات في هذه المناطق، وخاصة أن النزوح الداخلي يعتبر هو الأكثر تحديا الآن في الوقت الحالي. وما بين التقارير الواردة من وقت لآخر تظل التقارير الحكومية التي تتحدث عن هنالك مساعدات تصل لهذه المناطق وبالتعاون مع المنظمات الدولية، ولكن أحيانا تصدر بعض التقارير المنظمات الدولية عن الوضع الإنساني أقرب إلى حالة مجاعة في شمال إثيوبيا. طب سيد أنور، ماذا عن حجم الخسائر التي وقعت وستقع جراء هذا الصراع؟ نعم، الخسائر عديدة جدا. فإذا عدنا إلى الخسائر يمكن أن نرى أن هنالك خسائر إنسانية وهي التي تستحق أن نقف عليها، وخاصة الخسائر في الأرواح والتهجير والنزوح الداخلي والنزوح إلى دول الجوار. أضف إلى ذلك هنالك خسائر في البنى التحتية، هذه البنى التي نسبة لصعوبة أثيوبيا واستقرارها لبعض المقاومات، فهناك صعوبة في أن يتم بناء مدرسة أو مؤسسة أو أي بنية تحتية أو مستشفيات. العديد من المؤسسات تم تدميرها جراء هذه الحرب، وكذلك أيضا هناك يعني بعض الأفراد الذين فقدوا وظائفهم وأيضا عوامل متعددة لكسب الرزق. فكل هذه الأشياء حتى إذا توقفت الحرب يمكن تعتبر من الصعوبات التي يمكن أن تقف أمام الحكومة. طيب، أيا كانت الحكومة الحالية أو يعني كانت سيد أنور، بالنسبة للمظاهرات هل اقتصرت على أديس أبابا فقط؟ نعم، هي لا توجد مظاهرات بصورة كبيرة جدا، هي عبارة عن مسيرات تأييدية للحكومة في ظل الدعوات التي تقدمها الحكومة من وقت لآخر وعمليات الاستنفار للتصدي للجبهات، خاصة جبهتي تحرير أورومو وتيغراي اللتان تتحركان في عدة مواقع في البلاد لمحاربة الحكومة. فأغلب الخروج في هذه المسيرات هم يدين الحكومة، ولكن كما هو معروف في الأنظمة الإفريقية فأغلب الدعوات تأتي من الحكومة لتيسير مظاهرات أو تظاهرات سلمية مؤيدة لها لدعم الحكومة ولدعم القوات المسلحة. فلا توجد حتى هذه اللحظة يعني مسيرات واضحة جدا. كيف ستنعكس برأيكم الضغوط الدولية على حكومة أبي أحمد، وكيف من الممكن أن تغير هذا المشهد؟ نعم، بدأت العديد من التحركات في اتهامات متعددة للحكومة وللجبهة، وخاصة التقارير الأخيرة لجمعيات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية التي حملت الأطراف الثلاثة بالإضافة لذلك أطراف من خارج الدولة مثل الحكومة الإريترية التي كان لها دور كبير في تأجيج الصراع في هذه المنطقة. فأعتقد بعد أن بدأت الضغوط الاقتصادية في إيقاف المساعدات وإيقاف بعض البرامج مثل أقوى، فهنا عبارة عن ضغوط، ولكن ربما قد تتواصل في ظل انسحاب ودعوة البعثات الدبلوماسية لموظفيها لمغادرة البلاد، هذا الشيء الذي اعتبرته الحكومة نوع من الأخبار الكاذبة ونوع من الهجوم على الحكومة وتحركاتها الدبلوماسية. فيظل التحدي كبير جدا الذي يواجه الحكومة الإثيوبية فيما يخص الدعم الاقتصادي الخارجي ودعم بعض المشاريع التنموية التي تعتمد عليها المواطن بصورة كبيرة. السيد أنور إبراهيم الكاتب والباحث السياسي كنت معنا من أديس أبابا، شكرا جزيلا.